ضمن سياستها الرامية إلى قتل وتصفية أبناء شعبنا، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قوات الاحتلال وهي تتعمد استهداف المصلين، حيث أطلقت النار على شاب وأصابته وهو يصلي عند السياج الفاصل شرق رفح. استهداف جنود الاحتلال للمدنيين العزل الذين خرجوا في مسيرات سلمية إحياء لذكرى 42 ليوم الأرض الخالد، إنما يظهر نية حكومة الاحتلال المبيتة والهادفة بالدرجة الأولى إلى قتل المواطنين وإيقاع أكبر عدد من الإصابات في صفوفهم. 16 شهيدا كانوا قد ارتقوا أمس في مسيرات العودة التي انطلقت لإحياء ذكرى يوم الأرض الخالد في كافة محافظات الوطن. لتلفزيون فلسطين، حنين الحلو.